بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل. إيه ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طبخة حلوة كده، خفيفة ولذيذة ومش مكلفة خالص. إيه؟ هنعمل المسقعة الأرديحي. ايوه الأرديحي، انا بحب المسقعة من غير لحمة، انا ما بحبش المسقعة باللحمة المفرومة، ما بستلطفهاش، ولذلك انا بحب اعملها من غير لحمة. وهنعملها بطريقة حلوة خالص وسهلة، وبتبقى لذيذة جدا، ألذ من المسقعة باللحمة، وعلى ضمانتي جربوها. أول حاجة عشان نعمل المسقعة بتاعتنا طبعا لازم نجيب البتنجان. عندي البتنجان وفلفل، وفلفل بارد وفلفل حامي. هنبتدي كده بسم الله الرحمن الرحيم. على البوردة بتاعتنا نجيب البتنجان بتاعنا، نقطعه، انا غسلاه كويس، نشيل الجزء ده ونبتدي بسم الله نقطعه. انا هقطعه كارو، يعني مش هقطعه تقطيع ان هو يتعمل في الفرن، انا هعملها في الحلة، يعني هبتدي اعملها تقطيعها كده بالشكل ده كده، وابتدي ارجع اقطعها كاروهات كده، يعني مربعات صغيرة بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، تمام؟ عشان انا مش هرصها في صينية ولا حاجة، انا هعملها في الحلة، او ممكن ادخلها الفرن وكل حاجة، بس انا هعملها بطريقة سهلة وخفيفة جدا، وبعملها بتبقى سريعة وما بتاخدش منك وقت خالص. هنبتدي بقى نكمل الباذنجان بتاعنا تقطيع بالشكل ده، كله مقاس واحد. احنا شايفين كده هنخلص البتنجان ونرجع سوا. صحيح عندي البتنجان شكله مش عاطفي قوي كده، بس هو ما شاء الله من جوه قلبه ابيض جدا زي ما احنا شايفين، وده اللي يهمنا، مفيش فيه بذر خالص، وقلبه نضيف وطري، مش من البتنجان اللي هو بيبقى مخشب كده ومش حلو. خلاص اهم حاجة عندي كده. لو عايزة تشيلي جزء من قشرة البتنجانة ممكن تعملي مثلا فيها خط وخط كده، ولو عايزة تسيبيه بالقشر بتاعه سيبيه. البتنجان من الحاجات اللي مليانة حديد وبينزل الكوليسترول حسب الدراسات ما بتقول يعني، ومفيد جدا. انا قطعت البتنجان معايا بالشكل ده. هنبتدي بقى ايه نشوف هنعمل ايه. هنقطع الفلفل كمان، عندي الفلفل البارد هنقطعه نفس الشيء كروهات كده، او قطعيه بالشكل اللي يناسبك عادي، هو ملوش قانون معين، بس انا حابة اقطعه كده نفس التقطيع اللي هي المربعات دي بالشكل ده، وهقطع الفلفل البارد معايا حلقات واضحة كده عشان اللي بيخاف من الاكل الحامي يخلي باله ويشيلها قبل ما تروح بقه بالشكل ده، تمام؟ انا كده خلصت تقطيع الفلفل البارد والحامي والبتنجان، هبتدي بقى اروح على البوتاجاز عشان اقلي على طول. انا دلوقتي رفعت الطاسه بتاعتي على النار لحد ما ابتدت الزيت يسخن معايا. هنزل بقى بسم الله الرحمن الرحيم على البتنجان كده، على الزيت بالبتنجان كميه كويسه كده، ابتدي بقى اقلبه واسيبه لحد ما يحمر معايا لونه يبقى ذهبي كده، واخرجه. ودلوقتي يا حبايبي انا جبت طاسة تانية هنزل فيها بمعلقتين اتنين زيت كده علشان اعمل التسبيكة بتاعت المسقعة. هسيب الزيت بتاعي يسخن خالص، وبعد كده هنزل عليه بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم. هبتدي بقى هنزل بالثوم بتاعي المفروم كده على المسقعة على الزيت زي ما احنا شايفين كده،
احنا عارفين طبعا ان المسقعه بتحب الثوم، او من اساسياتها الثوم. اشوح فيه كده لحد ما لونه يبقى ذهبي، مش عايزاه يغمق عشان ما يمررش معايا. انا مش مزوده الزيت عشان لو البتنجان شرب عندي اي زيت يبقى ما يبقاش الزيت تقيل قوي علينا. هنبتدي بقى نشوح كده. خلاص اول ما يتشوح الثوم هنزل بالمعلقه اللي هتخلي لي المسقعه تحفه جدا وهتوديها في حته تانية خالص. شوح كمان شويه كده. الله ريحته تحفه قوي، والبتنجان معايا بيتحمر دلوقتي. عشان اطبق الطبخه كلها مع بعضها. خلاص الثوم معايا بقى ذهبي، مش هغمقه اكتر من كده. هنزل بقى بمعلقه اللي هتخلي المسقعه تحفه قوي، اللي هي معلقه من الخل. الله على ريحه الطشه تحفه جدا. وانا عندي صلصه كنت محضراها، هبتدي انزل بقى. بسم الله كده، وبكده نبقى عملنا صلصه المسقعه. الله على الريحه وعلى الجمال اللي انا شمناه. هبتدي انزل عليها بشويه فلفل اسود والملح بتاعي. طبعا انا مش هضيف شطه حمراء ولا حاجه، عايزه اضيفي بابريكا اوكي، بس هي انا حاسه ان مفيش داعي، بابريكا اصلا مش بتدي معايا طعم. هحط بس رشه كزبره خفيفه كده. ريحه الصلصه بالخل والثوم رهيبه. هنبتدي بقى نسيبها تتسبك كده مع نفسها. هديلها بس ربع كوباية مية. بالشكل ده هديلها غلوتين واطفي عليها. وبكده هنبقى احنا حضرنا صلصة المسقعة. انا مش عايزاها تقيله قوي عشان لما احطها على البتنجان ياخد غلوتين فيها ويستووا مع بعض ويشربوا من بعض. هنزل بالملح بتاعي بقى، ملح طبعا على حسب ذوقك. كده انا حطيت الملح بتاعي على قد كميه البتنجان اللي عندي، غلوه واحده وهطفي عليها. كده الصلصه بتاعتي بتغلي. خلاص انا هطفي عليها دلوقتي وارجع بقى للبتنجان بتاعي. دخل في التحمير اهو، لونه بقى ذهبي وجميل. هستكفي بقى بالكده. عندي ورق مناديل طلعاه كده محضراه، هبتدي اخرج البتنجان عليه عشان يشرب اي بواقي زيت، اي زيت زياده عندي. هكمل بقى تحمير البتنجان ونرجع مع بعض. بسم الله. ودلوقتي الدور الثاني من البتنجان اهو ابتدى يبقى لونه ذهبي كده معايا. قبل ما اقربه هنزل بالفلفل البارد بتاعي كده، ياخد ايه يطرى بس شويه ويدبل معايا عشان قبل ما اخرج البتنجان. مجرد كده نص دقيقه بس الفلفل يطرى معايا عشان ما يبقاش مقرمش قوي وانا باكل المسقعه. كل الاطعمه تاخد من بعضها كده. تمام
خلاص كده فاتت دقيقة، اخرجهم دلوقتي. ريحة الفلفل تجنن صراحة مع البتنجان. كده خلاص هنطبق الطبخة بتاعتنا بقى. احنا قلينا كل حاجة، دلوقتي هنجيب البايركس بتاعنا. بسم الله، او اي طاجن عندك انت عايزة تشتغلي فيه. هنبتدي ننزل بالبتنجان، بسم الله الرحمن الرحيم، وشوية من البتنجان اللي فيه فلفل كده، نظبطه كده، والفلفل الحامي بتاعنا انا مرضيتش اقليه في الزيت عشان ما يخليش الزيت كله مولع، لانه بصراحة حاجة بديعة جدا في الحرقان كده. خلاص خلصت تطبيق الطبخة بتاعتي، اجيب بقى الصوص اللي انا عملته، صلصة المسقعة بتاعتي. انا مش عاملة كمية كبيرة لان مش عندي كتير بياكلوها، عاملة على قد اللي بيحبوها بس. ابتدي بقى انزل بالصوص بتاعي، بسم الله، اللي انا مسبكاه ومش مسبكاه قوي على الاخر علشان لسه هيغلي غلوة مع المسقعة. انا كنت عايزة اعملها في حلة صغيرة كده، بس ايه رجعت ايه حبيت احطها تحت الشواية شوية تاخد لون كده. زي ما احنا شايفين هي كل حاجة مستوية، هتاخد بس غلوة في الفرن وهتاخد لون من فوق وخلاص. ودلوقتي يا حبايبي زي ما احنا شايفين كده خرجنا المسقعة بتاعتنا من الفرن، شكلها تحفة، لسه بتغلي كده معانا ما شاء الله، وريحتها قلب المكان تبارك الرحمن. جربيها على ضمانتي وان شاء الله هتعجبك. ونرجع لأكل أمهاتنا الأرديحي البسيط المغذي المفيد اللي مفيش فيه أي أضرار علينا. ومالها المسقعة الأرديحي اطعم بكتير من مسقعة بالبشاميل ومن الحاجات التانية اللي كمية الدهون اللي بتدخل جسمنا دي. جربوها وان شاء الله تعجبكم، وتعملوا لي بقى لايك وشير عشان نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.